متحمسة على الاخر في نفس الوقت، ومانيش مصدقة معناها اللي بشنو وصلت باش نخدم الخدمة اللي حبيت عليها ملي انا صغيرة، فهمت؟ عسلامة، انا أميمة، عمري 26 سنة ونعيش في قطر ونخدم اوتيس دولاغ. هو نهار الخروج كان فيه برشا برشا ايموشنز، يعني كان فرحة وفي نفس الوقت مانيش مصدقة اللي فما اكسبيريونس، يعني معناها في تام الفرحة، وفي نفس الوقت كنت نسأل في روحي في برشا أسئلة، اسكو باش نجم نعيش بعيد على عائلتي، اسكو يعني يسر يسر احساس هكا مخلط برشا، فهمت؟ ميكس متاع كل شيء، فرحة ومش فرحة في نفس الوقت، عمري ما ننساها. النهار كان صعيب برشا، بما اني انا متعلقة بامي برشا، وكي باكي معناها نهار كي مشيت المطار عائلتي الكل مشيت معايا، خويا وامي وصحابي وكل، دونك عبيناه المطار. وكان صعيب برشا، يعني كان بالحق من نجمش، فمش كلام نتصور انه يوصف اللي حسيته وقتها. بون كي وصلت بصراحه كان انا عندي كا اكسبسيونيل اللي خويا موجود في الدوحه، دونك كيف وصلت فما متعرفتك نصك في تونس فما نص اخر السنه فيك في الدوحه، عرفت؟ دونك فرحت خاطر خويا جاني المطار وحملت خويا، وتحس كم اوكي مش غربه مازلت، عرفت؟ باللحظه هذيك مازلت ما وليتش غربه. مي كيفاش كان بلاد جديده، اضواء جديده، كياسات جديده، دونك وقت النهار اللي مش مستوعبه اصلا بما اني تعبه على الاخر ومانيش متحمسه على الاخر في نفس الوقت، ومانيش مصدقه معناها اللي بشنو وصلت باش نخدم الخدمه اللي حبيت عليها ملي انا صغيره، فهمت؟ مش طريف برشا، صاروا لي مواقف طريفة أخرين في بلدان أخرى كي بديت نخدم، مي أول ما بديت لي ما صاريش موقف طريف، أي يمكن هكا شوية كي بديت نتعامل مع جنسيات أخرى، بما إني خدمتي كلها جنسيات، دونك كيف بديت نتعامل مع جنسيات أخرى حسيت هكا فما برشا حاجات بادي لانجوج فهمتهم من بعد، يعني صار لي موقف الضحك بصراحة، بس ما نحبش ندخل في الديتيلز، فهمت؟ موقف طريف صار لي في بلاد كيف الصباح. ليش كنت تحكي لنا على موقف صار لك؟ صار لي انا نخدم في عملت فلايت لمدريد اسبانيا، وكان عندهم كوفر فو اوكي البلاد هذيك وقت الكورونا، وانا خرجت باش نشري حاجه من الفارماسي، يعني حاجه لازم نشريها، فهمت؟ دونك مشيت باش نمشي الفارماسي، خذيت تران مترو تران ما نعرفش حسيرو، واقوى يعني اطول ليني نتاع معناها نتاع مترويت ولا هما ترانات ما نعرفش صراحه، فرقش بليزو هما في اسبانيا، دوك حسيرو شافتني الوقت، وهما نص الليل معناها نص الليل الناس كل لازمها تكون في ديارها ولازم حتى حد ما يكون في الشارع، فهمت؟ هما استخيكت على الاخر، يعني لازمك تكون في الدار سيكو، لازمك تكون في الدار، يعني كوفر فو سي كوفر فو. حسيلو انا ضعت ودخلت مشيت ستاسيون اخرى، انا مشيت حسيلو في بلاصه اخرى جمله بعيده، بعدت ياسر على الاوتيل متاعي، حسيلو وليت نبكي، والموقف الطريف كيفاش انا نبكي، يعني في ستاسيون نبكي كاني متشرده، كاني طيب طردوني من دار ولا ما نعرفش، وجاني بوليسيه متاعهم، فهمت؟ وجاي يسال فيه هما، والمشكل بزهري ما يحكيوش انجلي، بزهري ما يحكيوش انجلي، دوك تحطيت في موقف اني انا نبكي وما يغزروا لي متاعش بيك، عرفت؟ سخف سخف وما يغزروا لي، يحبوا يعاونوني ما مش نجمين، وحسيلو بعد عطيني التليفون، وانا ما حكيت اللي وصلت المعلومه اللي انا لازمي نرجع للاوتيل وما عرفتش كيفاش، وبعدت برشا، واللي والمصيبه الاكثر انا ما نعرفش الاسم الاوتيل، يعني والله اقسم بالله راهي هذيك عمري ما ننساها في حياتي، دوك من وقتها وليت كي نضيع بعد هذيك المره هذيك اللي ضاعت، ما اي بلاد نمشي لها ونضيع فيها سيبون ما عادش نعرف روحي اللي بس باش نوصل، عارف ما دام تعديت هذيك المرحله هذيك سيبون باش نوصل من بعد شيخ. تأقلم، هو بصراحه ما فهمش تأقلم، يكذب عليك.
امبوسيبل كين وصلت اتاقلمت، خاطر كل ما نروح لتونس ونرجع كاينها اول مره، فهمت؟ كل مره كاينها اول مره، دونك ما صعيب كان باش يكون فما تاقلم، وما نتصورش كان عبيت نجم تتاقلم بعيد على بلادها. اما فما تعود، اوكي، التعود هو اكثر من كلمه تاقلم نجم نستعملوه. تعودت على البلاد بما انها كاينها بلادي، ما مش بلادي الثانيه لا. اما يعني تحس خاطر عندي خويا، عندي عائلتي، عندي صحابي، عندي لونتوراج نتاعي، دونك سي تاع سافا، تعودت بس ما تاقلمتش. امبوسيبل كان اتاقلم، مستحيل. برشا حاجات لازمك تعطيني ديتاي، تسالني ديتاي. اعطينا الحاجات اللي تعلمت، اربع او خمسه حاجات توب فايف. والله تعلمت معناها تكون ريسبونسابل على روحك وحدك، بما اني انا كنت طفله دلوله صغيره المهبوله في الدار. دونك وليت مسؤوله على روحي، نخاف على روحي، نعرف شنو نعمل، نعرف نفرق بين العبد الباهي والعبد الخايب. تعلمت النظام في حياتي برشا، في وقتي، في خدمتي، في حياتي، برشا برشا حاجات اخرين. تعلمت اني نتعود على حاجات معينه حتى لو كان معينيش فيهم برشا. تعلمت شخصيتي تقوى في حاجات معينه، وقت اللي باش نبعد مثلا على تونس مروحه، لكن اعمل ديبريسيون نهارين ولازمني نرجع، يعني ما عنديش حتى حل، لازمني تك تك، فهمت؟ دونك فوالا. لا لا، هذه أكبر كذبة في الحياة. هذه أكبر كذبة في الحياة. ألوغ لا، جملة زيادة، فلوس مانيش سهلة، خدمة خدمة راهو، يعني مهما كانت خدمتك باش تخدم باش تاخذ فلوس، داكوغ؟ دونك باش تتعب باش تاخذ فلوس، دونك نفس الحاجة، فهمت؟ مانيش أنا ماشية مثلا ما نعرفش مرتاحة في حياتي ولا شيخة ولا في الدار والفلوس تصب عليا، فهمت؟ دونك هذه النظرة اللي العبيد تفهمها نوعا ما، مش صحيحة الجملة زادة، مش سهل الجملة. تتعب عندك فلوس، ما تخدمش ما عندكش فلوس، سهل. العيشة غالية على الأخر، غالية غالية زادة، و ماهيش كيما تونس. أوكي تونس غالية زادة، اما زيد هنا المعيشه غاليه برشا، فهمت؟ يعني لي سالير موجودين متساويه نوعا ما مع المعيشه، فهمت؟ دونك فوالا. انا بصراحه نكذبش عليك، مش عايشه برشا في قطر، دونك ما مش مركزه في الحاجات، بس العبيد اللي عايشه في الدوحه اي معيشه غاليه. سامحني بار اكزومبل، كنا نحكيو على كري، نحكيو مش تمشي تفطر، شنو هي الاسهم غادي في قطر؟ الأسوام غالية برشا، باش تمشي تفطر مثلا ما يفككش من يعني فطور تدلل رويحتك بالكدا بالكدا، متاع ما يفككش من 500,000 توانسة مينيموم معناها، فهمت؟ يعني فطور هذايا بتاع بلا برانسيبال وبعاه ديسير، ومعرفش كان تحب تشرب حاجة مثلا. والكدا سامحني، مع الأسوام الكدا اسم الكري غاليه برشا. انا مش كاريه، اما خويا كاري وصحابي والانتوراج نتاعي الكل، كري غالي برشا 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 برشا. اغلى حاجه هي هنا هي الكري. اس بلس ا بار اكزومبل قداش؟ بالتونسي 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 5 ملايين. اس بلس ا في منطقه راقيه كما نقولوا ولا منطقه متوسطه؟ وي عادي، ما فهمش حتى فرق، يفرق شويه مثل فرق صغير تاع 500,000 فوالا، يعني ما اكثرش. كل شيء الاسهم كلهم غاليه بارتو. توالي اما نكمل حياتي في تونس اكيد، انا انتمي لبلادي وعندي علاقه قويه برشا بتونس، مهما مشيت ومهما شفت ما ديما بلادك بلادك، يعني هذا هو الحاجه نشوفها. نشوف حاجه توحشتها ابار العائله، كل شيء، الماكله، ريحه البلاد، المدينه العربي، كل شيء، لي ديتاي، الكل 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 كلهم نتوحشهم،
ما فما حتى حاجة نجم نعمل هكا معناها بوان معينة، أم أنا بالنسبة لي أنا كل شيء. وشني هاك الحاجة اللي تشوفيها في قطر تدخل إن شاء الله نهار نهار في تونس؟ بون هما حاجات، أما نتمنى الحاجة الأكثر حاجة اللي عجبتني، معناها هني من أول ما جيت عجبتني وانبهرت بها، هو التقدير للمرأة. أوكي، مش خاطرني أنا مرأة، لا، حتى لو كان مش مرأة نشوفها حاجة كبيرة برشا، خاطر حاجة ما شفتها في حتى، أوكي، ما شفتها في حتى بلاد، اللي هما ياسر يقدروا المرأة. المرأة حاجة مقدسة، لا تتمس، لا تتكلم، لا يكلموها، لا ما نصوش حتى نحكيو على تتسب ولا تتعاير ولا whatever. دونك المرأة حاجة مقدسة ونظام اون جينيرال، في كياسات، في السياقة، في يعني تتنظم بصفة عليك في بلاد كيما هذه، تتنظم بصفة عليك. معناتها كان يجي ياخذ من قطري ولا معناتها تتزوج من قطري توافق؟ لا علاش؟ لا 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 لا، ما مع احترامي لكل الجنسيات، أما لا، عندي موقف من معني موقف معين من الحكاية، أما لا هاو ليك شنو نجم معناتها تقول نحكي. انا تونسية معناتها نتزوج كان تونسي. مش كان بتونسي، نجم يكون جنسية أخرى، يا حبذا تونسي يا حبذا تونسي، أما هو مكتوب أون فان كونت، أما كان جنسية أخرى، المهم يعني ما يبعدش برشا على العربي، فهمت؟ هاو. هو تونسي كل تحب تخرج. والله نصيحتي لو كان عندك حاجة معناها خدمة بيها في تونس، عندك مستقبل في تونس، مستقبل يعيشك، مش لازم واو، مستقبل يعيشك المينيموم، تعيش مرتاح كوا، شد بيديك ورجليك وعمرك ما تسيب بلادك بالحق، خاطر انا واحدة من الناس كان عندي حاجة في بلادي نرجع من غير ما نخمم حتى دقيقة، يعني فهمت؟ يمكن نعيش الاكسبيرونس حبيت نعيشها، مي اون فان كونت نرجع لبلادي.